طبابة رمضان مع سعيد حنتوش. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حييكم ورحب فيكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة ألف ألف، الإذاعة السعودية الأولى، في حلقات جديدة من برنامجكم الطبي طبابة. بداية نقولكم كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر، والله يعيننا ويعينكم على الصيام والقيام. بإذن الله يوميا ما عدا يوم الجمعة حنكون معاكم من الساعة 3 للساعة 4، نقدم لكم حلقات متعلقة بشهر رمضان في مختلف التخصصات الطبية، وباستضافة لمجموعة من نخبة من الأطباء المتميزين. ولأن هذه الحلقة الأولى فحتكون حلقة مميزة بضيافتنا إن شاء الله سعادة البروفيسور ريما البدر، استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بالعيادات الأولى بمدينة جدة. دكتور ريما حياك الله معنا. أهلا وسهلا، يحيي دائما أتواصل معك أستاذ سعيد، برنامج مميز ومستمعين مميزين، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير. حياك الله دكتورة، كل عام وأنت بخير وجميع المستمعين الكرام. اليوم إن شاء الله حيكون عنوان حلقتنا الأمراض المزمنة في رمضان، وكيف نقدر نتعامل مع شهر رمضان المبارك صحيا. حتحدثنا إن شاء الله سعادة البروفيسور ريما البدر عن مختلف الجوانب المتعلقة بشهر رمضان صحيا، وإن شاء الله نناقش محاور تفيدكم يا رب العالمين. وعشان تقدروا تتواصلوا معنا وتطرحوا أسئلتكم واستفساراتكم، تقدروا من خلال أرقام الاتصال المباشرة أو عن طريق رقم الواتساب، هاتف البرنامج الأول 011-21-78-585، الرقم الثاني 012-61-61-100. أما بالنسبة لتطبيق الواتساب 055-66-89-001. حسابات التواصل الخاصة بالإذاعة في تويتر وإنستغرام @ألف ألف FM. طيب رحب فيك من جديد دكتور ريما. وقبل ما نبدأ طبعا دكتور ريما، بإمكانكم تحجزوا من خلال العيادة الخاصة فيها، العيادة الأولى بمدينة جدة، تتواصلوا معها وإن شاء الله ما تقصر معاكم الدكتورة. بداية دكتورة، نبغى نتعرف على الأمراض المزمنة، إيش هي الأمراض المزمنة دكتورة ريما؟ أولا يعني طبعا كوني أنا طبيب اصلا، فممكن نتكلم في اكثر من محور، بالاضافه الى طب الاطفال، بالاضافه لطب القلب، بالاضافه لطب الحوامل، فعندنا اكثر من محور ممكن نغطيه في هذه الحلقه. واهم شيء انا اعتقد التوعيه. اول حاجه، ما هو تعريف المرض المزمن؟ المرض المزمن يعني اللي هو الشيء اللي معانا، اللي احنا الموجود معانا، بيصير جزء من حياتنا اليوميه. اذا هو مرض يجب ان نتعايش معه، ونتعايش معه أهم حاجة بالرضا. الرضا يا جماعة يعني الحالة النفسية اللي هي أهم شيء تحين، وأنا كطبيبة بيهمني جدا حالة النفسية في كل العلاجات اللي بنحطها، اللي هو تقبل المرض. الحالة النفسية لها علاقة مباشرة بالمناعة، مو بس رضا وإيمان ولا بالمناعة. المناعة لها ارتباط قوي جدا بالحالة النفسية، وهذا أثبتوه في مواقف كثيرة. قلنا قبل كده أنه المريض الغرب ميديكوليجلي أو قانونا يجب أن يعرف عن حالته بالتفصيل، فوجدوا أنه الناس اللي بتعرف عن حالاتها، مثلا في محلة مرض غير يعني لا يرجى برؤه من سرطانات المؤلية، سرطانات بحنا قلنا عالد أغلب السرطانات اللي تؤدي للوفاة، فيعجل علم المريض بموعد بوفاته قبل الموعد. بينما الناس اللي ما عرفوا، والناس اللي حواليهم بيئة يعني بتكتب أو تحمي، ولا نقول إحنا بنخبي على المريض، إحنا بنقول على المريض الطريقة لكل مريض كيف يسموها breaking the news، كيف أقول للأم إني عندك طفل مشوه أو جنين مشوه، أو كيف أقول للطفل نفسه إن عندك السكر وهيعيش معاه طول العمر، أو كيف أقول للشاب
مليء بالحياة إنه جاله سكر ورحتاج ياخد إبر أنسولين صباحا ومساء. إذن هنا المرض المزمن تعريفه هو المرض الذي نحيا به من أمراض القلب، أمراض الكلى، أمراض السكر، أمراض السمنة. السمنة يا جماعة ورمضان كريم. فهذه أمراض مزمنة. أول شيء أنصح فيه وأقوله وأعتقد أنه هذا يكون أدي نتيجة رائعة في العلاج، هو تقبل المرض والتعايش معه. أول نصيحة التعايش. يعني إيش؟ يعني أعتبره جزء من حياتي اليومية. يعني إحنا بيجينا أطفال مثلاً عندهم سكر، تشخصوا عند 7 سنوات everything goes okay، يعني ما عنده مشكلة. يجي المراهقة يكون الطفل صار شاب ومل من الإبر وما يبقى، بيكون عندنا تشوه كبير جداً جداً في كل ما بيصير في العلاج، وتحصل مشاكل وتحصل غيبوبة سكر لعدم أخذ الطفل. الطفل معاه هو نفسه، أمه وأهله وخلاص نتعلم على إبن مرض، والمرض يؤدي إلى مشاكل نفسية كبيرة وبالتالي النتيجة. وهذا بيمشي مع ناس كثير، لازم أتقبل المرض. أول نصيحة. ممتاز. طيب دكتور، بالنسبة للأطفال نعرف يعني الأطفال أحيانا بيكون في صعوبة في التعامل مع الأمراض المزمنة، لكن نبغى يعني طريقة كيف يعني من الممكن أن الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة يتعاملوا مع الصيام في شهر رمضان المبارك؟ أول شيء لازم نفهم الأسرة أن الطفل اللي عنده مريض مزمن وكذلك الشاب لا يعامل معاملة خاصة. إحنا عندنا الحب والحنان ما شاء الله كثير، وأحيانا يقول لك من الحب ما قتل. لازم الطفل أو الشاب أو الإنسان أو حتى الزوج اللي عندها مرض أو الزوج اللي عنده نعامل معاملة طبيعية. تخيل إنه دحين إحنا في جائحة الكورونا، من ضمن الأشياء صرنا نقدر إيش يعني أمشي في الشارع على البحر على الكورنيش، صح ولا لا؟ لأننا ممنوعين بأمر من أولي الأمر، بأمر من الصحة، بأمر. فالإنسان اللي عنده مرض مزمن يتمنى من قلبه أن يكون صحيح. إذا ننعم عليه إحنا بالمعاملة العادية وليس المعاملة المميزة. يعني يا ابني أنت عندك السكر، لكن هتقوم بواجباتك، هتقوم بالرياضة، هتقوم بخدمة البيت، خدمة الأهل وهكذا. إذا الأساسيات هنا إحنا طبعا بنتقدم في الغرب عن الشرق يا جماعة، الناحية النفسية والاهتمام بالأسرة وفريق العمل. هنا يعني هنا مبغالنا قفزة، وليس في الإبر وليس في العلاج، إنما هو الاتيتيود أو كيف إحنا بننظر للأمراض. نتعامل معه أولا إنه طفل طبيعي، وهذا أو شاب طبيعي أو زوجة مثلا تأخذ السكر. أنا بجيني ستات حوامل أشوف الأجنة حقتهم تأخذ السكر إبرة الأنسولين، لأنه في الحمل الزوج منهم بيكون رائعين إنه يعرف مواعيد، لأن الحين بيكون تعبانة ما هي قادرة، هو بيساعدها لكن ما بيقول لها أنت قاصر أو أنت ما أنت قادرة. ونفس الشيء الطفل، أنت قادر، أنت you can do it على قوله، انت قادر تقوم بنفسك وانت اوكي. يعني مثلا الطفل اللي عنده السكر ما اقدر اخليه هو المحروم الوحيد في البيت من السكر. البيت كله بيكون عنده نوع من الوعي في تعاون مع السكر. وما ادري طبعا انا ما اعرف هو قول صحيح انه يعني تجنبوا الابيضين اللي هو السكر والملح، واعتقد هذا نصيحة قوية جدا. ما اقدر اقول من حديث والله ما ادري، بس يعني قول حسن. فاحنا البيت كله يصير دحين في رمضان نقلل السكريات. السكريات خطيرة جدا على فكرة للمخ ولكل شيء، وتخليك دائما تشعر بالجوع. طبعا رمضان له رونق، ورمضان له الريتشولز أو الأشياء حقته في الأكل، إنما دحين إحنا في عصر صرنا نهتم بنوعية الطعام. ما شاء الله عندنا وعي، وعندنا شركات بتقدم أدوية هيلثي، وعندنا دايت، ويعني فخلينا إحنا دحين في كورونا نقول إنه المعاملة المريض المزمن تكون معاملة عادية. نيجي للمواعيد. الدواء مهمة جدا في الأمراض المزمنة. فنفرض عنده السكر، أنا لازم أشوف دواء وأعرف قبل الصيام مثلا صباحا مساء. بالنسبة للأطفال، بالنسبة للكبار إذا عنده صباحا مساء حبوب أو إبر، عارف التوقيت وعارف إيش، وبيحسبوا له الكالوريز، بيحسبوا له إيش اللي بيأكله. طبعا ما في مريض سكر ما عنده دايتيشن، هذا خطأ. صحيح. ما في مريض سكر ما يروح لأخصائي تغذية أبدا، نحتاج مساعدة يا جماعة. أنا عصر إن أنا أعرف كل شيء وأفهم كل شيء انتهى. الحين عندنا عصر التخصصات.
فعارف إيش بيأكل وعدد الكالوريز. فأول حاجة قبل رمضان إذا سمح له بالصيام من طبيبه، أول حاجة لازم تأخذ الأوكي من الطبيب، أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، الأوكي من الطبيب إنه أنت مسموح لك بالصيام، لأنه في حالات بيأخذ 3 مرات إنسولين في اليوم ما يقدر يصوم في الغالب يعني. فأنت أول حاجة تبدأ، وعلى فكرة كثير يتمنوا الصيام، لكن الله سبحانه وتعالى أداهم الرخصة يعني. إذا نأخذ الإذن من الطبيب، ثانيا في الصيام نتأكد من مواعيد الدواء. إحنا عندنا إيش مثلا بياخذ صباحا ومساء، يصير ياخذ قبل الفطور وقبل السحور. المواعيد تكون مهمة، هذا مش بس أدوية الضغط، كذلك إحنا عندنا حاجة مهمة جدا من العامة تعرفها، ليه المريض بيتعافى بسرعة لما يدخل المستشفى؟ من ضمن الأسباب إن مواعيد أخذ الدواء ثابتة. ما عندنا تمريض، ما عندنا تمريض يشتغل كل ساعة أو كل ساعتين، عندنا تمريض بيدخل على الغرفة لكل المرضى، كل مريض غرفته بيديله 8 مثلا 12 6 مواعيد ثابتة. جميل. يا ريت هذه الفكرة تطبق عندنا، إحنا أروح بيتي أعرف. صح. أنا أقول مرضايا أنا عنده الطفل اللي عنده القلب المرض اللي ياخذ اللازكس مثلا صباح 10 صباحا 10 مساء. جميل. هذا سهل كثير على الام وعلى البيت وعلى الكل. اذا تثبيت مواعيد اخذ الدواء، مو والله انا افتكرت وما افتكرت. وهنا صحيح. دور الاهل سواء للاطفال او للكبار، الزوجه تفكر زوجها، الزوج يفكر زوجته، وهكذا. جميل دكتورة. طيب احنا عندنا فاصل الان، استاذنك دكتور ريما، نطلع لفاصلنا الاول وراجعين باذن الله نواصل أكثر عن موضوع الأمراض المزمنة في شهر رمضان المبارك. ابقوا معنا مستمعين الكرام. طبابة رمضان مع سعيد حنتوش. هلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج طبابة في شهر رمضان المبارك. عنوان حلقتنا اليوم الأمراض المزمنة في شهر رمضان، وضيفتنا سعادة البروفيسور ريما البدر، استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بعيادات الأولى بجدة. حياك الله من جديد دكتور ريما. أهلا. طيب تحدثنا دكتورة آخر شيء قبل الفاصل عن موضوع الالتزام بالأدوية، وأنه لا بد أن نحن نكون حريصين عليها. الآن نبغى ننتقل إلى مقولة بيقولوها دائما، صوموا تصحوا. فالفعلا الصيام بيفيد صحة الجسم دكتورة؟ أيوة، بس احنا نسينا نقول حاجة، في بوكسات بتتباع في الصيدليات أنا أنصح فيها اللي عنده أكثر من علاج، بيقسمها في الأسبوع كله ويحطها. هذه مهم جدا، لأن عندنا أمراض مزمنة يا جماعة، لو أخذت الحبة مرتين مشكلة. هذا الشيء مرة مهم إنك تقسم. أنا أشوف ناس يحطوا في صحن، يحطوا في كيس، يحطوا في زنبيل، لا لا حينة، وشيء رخيص جدا تعبي، وهذا يحتاج فيها المريض ومع أحد، سواء الطفل مع أمه، الزوج مع زوجته، لازم يكون عندك second person أو شخص آخر يأكد على مواعيد الدواء. ثم تصحوا، طبعا تصحوا، وهذا الشيء أثبتوه علميا في أكثر من مجال. طبعا نحن لسنا في المجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، لكن إحنا عارفين أنه كأطباء وكأشياء بنشوفها في حياتنا، مرضى كثير أمراضهم بتنضبط في رمضان. تنضبط منها الضغط، منها السكر، منها الكوليسترول. إذا طبعا خلي بالك مفهوم رمضان اللي هو الصيام، حوالي كم دحين إحنا بنصوم؟ حوالي 12 ساعة. في نظام دحين في الدايت يقول لك intermittent fasting، يعني الصيام المتقطع، يصوم 12 يصوم 16 ساعة. الله سبحانه وتعالى أدانا ال 12 ساعة أو الأفريج، يعني طبعا في بلاد في العالم فيها أطول، إنما لتنظيف الجسم من أشياء كثيرة. الناس اللي بتصوم 16 ساعة عشان يخسوا وعملينها نظام حياة، أنا شخصيا أشعر إنه ده شيء مبالغ فيه شوية، إنما المبدأ الصيام وجدوا أنه هو بينظم كثير من الهرمونات، بينظف كثير من الأشياء. إحنا عندنا ويست، يعني إيه الويست؟ يعني إحنا جبس من مصنع، المصنع هذا بيطلع أشياء ما نبغاها، من العرق، من البول، عندك البراز، فالمصنع هذا في له إعادة جدولة في رمضان. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لصوم وتصحه. إنما تصحه كيف؟
بأخذ السنة والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينطق عن الهوى. والمتعارف عليه حاليا إنه الأفضل إنك أنت لما تيجي تفك الريق تفكه على إيش؟ على تمر ولبن أو تمر وموية. التمر هذا فيه شوجرز أو سكريات من النوع الجيد جدا اللي ما بيتخزنش بصفة عالية لو زاد في الكبد. إحنا عندنا التخنة أو التخمة من الأكل بيزيد وبيروح في المصنع حقنا اللي هو الكبد اللي هو بيت زي ما نقول عندنا التخزين، وبالتالي بيتحول لفات بعد كده أو دهون. فالتمر نبدأ بشيء واحد أو ثلاثة أو خمسة، أغلب الناس بياخد ثلاثة واحد ما في مشكلة. التمر أعتقد جدياً أنه مسموح به الحق حتى حقون السكر لأنه محسوبة نسبة السكر وهياخد نسبة معينة ودي تنحسب. الموية أو اللبن هنا نيجي نقول أنت صار لك دحين تقريباً 12 ساعة بدون ماء، يعني نقطة مرة مرة مهمة، وهناك فرق بين العصير والماء. فلازم أفطر على غير الأشياء اللي هي التمر واللبن، اللبن يكون كاسة صغيرة أو شيء. الموية يا جماعة، الموية تحاول تعوض اللترين حقونك أو اللتر ونص من الفطور للسحور، يكون على أغلب الطاولات غير العصير. العصير تحاول ما يكون فيه سكر، وإذا عصير طبيعي هذا يعني ننصح به. حاول كمان إذا ما أنت قادر تشرب الموية الواحدة حط شيء من العصير، يعني العصير السكري إذا تاخده كشيء كده حلى، إنما كعلاج هو الماء مع الـ مع الـ مع الصيام في رمضان. شرب الماء مع الصيام مهم جدا. إذا صوم وتصح الكوليسترول هيتصلح جدا لو حاولت بقدر الإمكان. للأسف إحنا عاداتنا مش بس في السعودية، في العالم الإسلامي كله، أنه هو رمضان موسم الأكل. طيب الأكل الصح ما عندك مشكلة أبدا. وأنا أتوقع أنه كمان أمراض الناس هي عندها المعدة العصبية، طبعا الراحة والرضا بيقلل الأمراض العصبية اللي هي من الصداع وألام البطن والقرحة والأشياء دي كلها، هتقل مع الصيام. في ناس ما يقدر يسومه من المعدة العصبية، دي راجع لطبيبه، نسبة الأسيد بيكون عالية أو حاجة، لكن بصفة عامة الحالة النفسية بتقلل من الأعراض حق السايكوسوماتيك ديسوردرز أو الأشياء اللي ليها علاقة بالنفسية. وإحنا إنسان، إحنا بشر، ما إحنا روبوت يعني. فنعم ثم تصحيح، هذه قاعدة جدا جميلة ومطبقة للجميع، مطبقة لمرضى السكر، مرضى الضغط، الكلى. هنا يبغالنا ناخد وقفة عند الكلى. مش كل مريض كلى مسموح له بالصيام. ليه؟ لأنه أصحاب الفشل الكلوي بيكون عندهم عدم الكلى اللي هي مصنع حق إيش؟ حق التنظيف، تنظيف حقنا. إحنا بننظف في كمية موية بتدخل في الكلى بتفلتر بكمية كبيرة ودقة عالية جدا وتنزل على شكل بول. فحقون الأمراض المزمنة ومنها الفشل الكلوي بيفقدوا خاصية المعاملة مع البول، فهنا بيكون ممكن يكون في جفاف. فهذا أكيد 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 لازم ياخد إذن من طبيبه. وطبعا في فتاوى كثيرة لما يقدر يصوم ممكن يطلع. فنرجع نقول مو كل الأمراض المزمنة مسموح لها بالصيام، سواء صغار سواء كبار، ومو كل الأمراض المزمنة ممنوعة عن الصيام سواء صيام كبار. نرجع اسمح لي أقول للمرأة الحامل في رمضان، في ناس كثير تبغى تصوم لأنها تحب التعبد، تحب مشاركة الأسرة، وهي حامل، وأحيانا الأم ما تقدر، حقيقة ما تقدر، لكن تضغط على نفسها. والشيء الثاني اللي أغلب الأمهات ما تقدر تقضي بعد كده، خايفة من القضاء، أحيانا يعني بيكون يعني صعب على بعض الناس وكده، فتضغط على نفسها. يا أختي أنت دحين تتحملي روح داخلي، الروح هذه لازم تتغذى، والغذاء هو المشيمة، المصنع حق البيبي المشيمة. إذا أنت ما أكلتي كويس وما ارتحتي كويس، طبعا النوم يا جماعة مهم جدا للمرأة الحامل. في ناس مرضى عندها 7-8 بزورة طول اليوم تشتغل، ما عندها أحد، حالتهم اجتماعية ما تسمح. تجد أن دول الناس اللي يشتغلوا كثير في كثير من أحيان المشيمة حقتهم ما بتغذي البيبي، فبينزل وزنه أقل من 2 كيلو وربع. فإذا الراحة للأم مهم جدا، والصيام بإذن طبيب النساء اللي يعرف حالتها، مش تروح على التليفون تقول لا لا، يقيم الحالة على أساس أنه تكون مسموح لها الصيام. في ناس تصوم يغمى عليها، من العطش ما تقدر، يعني هذا براح وتاخذ الثواب ان شاء الله. ممتاز.
طيب استاذنك دكتوره، احنا عندنا سؤالين في الواتساب وردنا. فعندنا اول حاجه ام ماجد بتسال، بتقول هل كل مريض سكر نهايته فشل كلوي؟ لا طبعا، طبعا انت عارفين ان السكر من أسوأ الامراض اللي هي سهله علاجها جدا، لكنها اذا لم تعالج صح من اصعب الامراض، لانها بتاكل في الجسم، بتاكل في الاعصاب، بتاكل في الرتين العيون والكلى. انما اذا انت مشيت صح زي ما قلنا، مواعيد الدواء، الحمية، الرياضة، يا جماعة احنا نسينا نقول رمضان يعني صوموا تصحوا، اشربوا الموية تصحوا، تحركوا في البيت تصحوا، ثلاثة أشياء اللي تصحوا، وبس الصيام، الموية والحركة والصيام. فنقول لو انت مشيتي على الأشياء دي ان شاء الله يعني أكيد أكيد مش قاعدة أبدا إنه كل مريض سكر يجي له فشل كلوي. لما مريض السكر اللي ما ياخذ الدواء، مريض السكر اللي ما يمشي على الحمية، مو بس فشل كلوي، أعصابه يصير رجليته يعني تصير الرجول تعبانة، ويجيها نوع من يورايتس، أو يصير لسعة في الرجول والعيون ما يقدر يشوف. يعني مرض بيتدخل في كل شيء وسهل علاجه يا جماعة. ولهذا يجب أن يكون مريض السكر واعي، وثاني حاجة متقبل، متقبل، نرجع نقول إيش متقبل للمرض. جميل. هنا في سؤال ثاني من خالد من المدينة المنورة، بيسأل دكتورة أنه أثناء الصيام بيجيني صداع مع أني لا أدخن. خلي بالكم أن الصداع له أعراض كثيرة من الصيام، وأغلب الناس اللي بتصوم أول يوم بيجي لها صداع. طبعا لناس كثير، خلي بالك اللي بيدخن طبعا تكون حالته كثير جدا. المرض المزمن منه التدخين، طبعا احنا نسينا نقول ده الشيء، ده مرض يا جماعة. لأنه نسبة النيكوتين بيصير في منها إدمان، وبالتالي طبعا الكل عارف أنه اللي بيدخن أول يوم يصير عصبي، حتى أهله في البيت ما يقربوا له، في العمل يكون حالته حالة، يحاول مسكين يعني يحتاج العطف. ليه؟ لأنه إيش يعني أن أنا ما بدخن؟ يعني نسبة النيكوتين اللي في الدم اللي متعلم عليها المزاج اللي هي المخ والإندورفين قلت، فبالتالي بيصير زي المدمن لما تشيل منه. والإدمان مو بس مخدرات وحشيش، إدمان في إدمان شاهي، إدمان حلويات، سكريات وهكذا. فلا، الصداع قد يكون من نقص السكر، وهذا شيء طبيعي. نصيحة لك أخي الفاضل، السحور بركة. الصوصة عسلم قالت تتحروا في السحور بركة، الحديث معنا السحور مهم جدا لأنه بيديك التكسيمة حقت نسبة السكر في الدم. وكان المتعارف عليه نحن نعجل الفطور اخر السحور، ليه؟ عشان تاخذ اللي زي ما انت عندك طفل رضاعه كل ساعتين، عشان نسبه خلاص بيهضم كل ساعه، احنا كذلك تحتاج انك انت تاخذ سحور. والسحور ما يكونش نشويات، يكون حاجات اللي فيها هاي بروتين عشان تفضل في الجسم، من الفول، البقول، الاشياء. جميل. طيب دكتورة، أثارني موضوع أنه الفطور يكون تمر ولبن أو موية مثلا، يكون خفيف يعني بعد أداء الصلاة، يعني ممكن تأخذ وجبة وتقسم وجباتك. لكن احنا يعني نبغى نتحدث عن موضوع تقسيم الوجبات هذا، كيف بيتم تقسيم الوجبات بين الفطور والسحور دكتور؟ هو أنت المفروض الهيلثي دايت اللي احنا حق الدايت الصح، الحقيقة ما بحب أتكلم إنجليزي، أعتز اللغة العربية بس للأسف من المهنة. يعني الوجبات الصح إن هي تكون ثلاثة مين وثلاثة سناكس. يعني إيه ثلاثة مين؟ ثلاثة رئيسيات وثلاثة سناكس، اللي إحنا بنقول لمريض السكر طبيعي تأكل ثلاثة، فطور غدا عشاء، وبينهم السناكس اللي هي أشياء زي التفاح. الوجبات الرئيسية اللي هي الفطور ده لا يعوض الجماعة، ما تشيل أبدا الفطور. الغداء على حسب مكان عملك، العشاء إذا تبغى زبادي أو تبغى تشيله ما في مشكلة، بس ما تشيله نهائي. إذا نرجع للقاعدة العامة للحياة الصحية اللي هو تقسيم الوجبات زي حقون السكر، خلاص ثلاثة واثنين، ثلاثة مين واثنين سناكس. فلما نيجي في رمضان، إحنا قلنا في رمضان الصح يا جماعة إنك أنت تشرب وتأكل تمر وتقوم تصلي. ليه؟ لأن هذا مسج أو رسالة للعصارة في المعدة. أوكي افرز الأسيدات والأشياء اللي احنا تبينهم تاكل الأكل، بينزل المصنع الأول، الممر الأول في المصنع المعدة، يبدأ عملية الهز وعملية الخلط، فتبدأ المعدة العصارة المعدة يجلها مسج أوكي انت صلك ماشر ساعة طيب دحين لا دحين في أكل. المسج جاء كيف؟ لما انت شربت موية وأكلت تمرة رحت صليت، بدأت الاستعداد للمطبخ انه جايينا دحين ضيوف او جينا،
لكن لو انت اكلت ورا بعض اكلت التمرة والموية وبعدين الرز والدام ورا بعض المعدة يصير عندها تخمة، هذه اللي بنقولها بالعربي تخمة، ما هي قادرة. يعني تخيل ان انت عندك مطبخ صغير ودخلت فيه كام تبسي تبغى تحشرهم، اذا النفس العمالة اللي في المطبخ يعني get overwhelmed او ما هي قادرة، وبالتالي بيكون عندنا مشاكل. نفس القصة، قليل اهم شيء، بريك الصلاة ترجع تاكل. في ناس كثيرة بياكلوا بعدين يروح التراويح، ربنا يرجع علينا ان شاء الله عدد التراويح في المساجد قريب، ولما يرجع ياكل اتسوكي. عمل ايش في الصلاة؟ عمل مجهود. فانت لازم تجد يعني عندك الاثنين مين كورسز حقك اللي هو الفطور والسحور، وما بينهم اللي هي الموية الحلى الخفيف يعني الاشياء دي. السناكس يعني ايه سناكس؟ يعني شيء خفيف، تفاح، زبادي، موز، مش سناك انك تاخذ صحن رز، لا لا، هو صحيح. عندك الاثنين الكبار وثلاثه صغار. ممتاز. طيب عندنا فاصل الآن، كمان نطلع لفاصلنا وراجعين بإذن الله نواصل حديثنا عن الأمراض المزمنة في رمضان، خليكم معنا. طبابة رمضان مع سعيد حنتوش، رجعنا لكم من جديد مستمعين الكرام في برنامج طبابة، وحديثنا اليوم عن الأمراض المزمنة في رمضان مع سعادة البروفيسور ريما البدر، استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بعيادات الأولى بجدة. طيب الآن دكتورة، قبل ما نواصل الحديث، في هنا عندي كمان سؤال في الواتساب، تسأل هل مريض السكر يمكن أن يتعافى ويصبح عاديا؟ احنا سمعنا طبيا عن الناس اللي هو في نوعين من السكر، تايب 1 اند تايب 2، الاول والثاني، الاول اللي بيكون بياخذ انسولين والثاني اللي بياخذ الحبوب، والاول بيكون اكثر في الاطفال، مع عندنا في الاطفال والى سن 35 سنه. سؤالي هل ممكن اتعافى من السكر؟ هذه يعني صعب الاجابه عليها، انما اللي ثبت علميا وفعليا الناس الدخان اللي وزنهم كبير مش أي واحد، وعمل عملية الباباس أو التكميم، في منهم كثير راح منهم السكر. ليه؟ السكر من ضمن البريدسبوزنج أو الأشياء اللي بتجيب السكر زيادة محيط البطن. يعني كل ما الإنسان تخن طالع لازم تطلع في محيط البطن، كل ما زادت نسبة الإصابة بالسكر. فلقوا مش بس السكر، السكر والضغط لهم علاقة بالوزن. يعني الضغط يا جماعة ممكن يقل جدا، ناس كتير حتى بعد عملية التكميم، أنا ما بشجع التكميم، أنا بقول فاكس، يعني واحد وزنه 150 كيلو وعنده ضغط وسكر وصار وزنه 90 كيلو فورشور دولة السكر حقهم والضغط راح، لكن مش أبو 90 أو 80 أو 85 يعمل التكميم. طبعا عملية التكميم بالطريقة الصح، يعني في guidelines، مو حق إنسان يروح لأي واحد، في ريكومنديشنز او جايد لاينز مين يعمل تكميم، يبغى يخس باي طريقه اخرى اوكي، لكن تكميم عمليه انفيزيف او بيدخل فيها بيجي. فالاجابه السكر ممكن ينضبط بطريقه جيده جدا عن طريق الالتزام، عن طريق شرب المويه، انما ان يكون ينتهي المتعارف عليه علميا في حالات الباباس او الكاس الباباس او التكميمات هذه اثبتت، غير كذا ما عندي علم صراحه. جميل. طيب أبغى أذكر بأرقام التواصل من جديد، هاتف البرنامج الأول 011-21-78-585. أما بالنسبة للرقم الثاني فهو 012-61-61-100. تطبيق الواتساب أيضا من خلاله تقدر تطرح سؤالك واستفسارك 055-66-89-001. وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام أيضا من خلاله تقدر تطرح سؤالك واستفسارك على معرف الإذاعة @ألف ألف FM. جميل دكتورة، وإحنا نتحدث عن موضوع الصحة في رمضان، في جزء مهم ممكن كثير من الناس على حسب الروتين اللي بيعيشه
بيتخلى عنه وهو الرياضة. كيف من الممكن نحن نضم الرياضة في حياتنا في شهر رمضان المبارك؟ وإيش أهميتها دكتورة وعائدها الصحي علينا؟ ترى يعني الرياضة شيء مرة مهم، ومنها الصلاة. حركات الصلاة دي هي الرياضة الأساسية المهمة في حياتنا، خصوصا ثبت علميا يعني لما تعمل علاج طبيعي بيقول لك حرك ركبتك زي الركوع زي السجود وأمراض الطهر. طبعا الصلاة المزبوطة اللي تاخد فيها وقتك كده. أيضا أول رياضة دي رياضة روحية ورياضة جسدية هي الصلاة. عندك دحين التراويح، عندك القيام، فإن شاء الله بيكون في شيء جميل في الرياضة. الرياضة الأخرى اللي ممكن الإنسان يعملها اللي هي مهمة جدا لتنشيط الجسم، حاجة يسموها أغلب الناس عارفة الكارديو، اللي بترفع نسبة ضربات القلب، هي مهمة. إحنا ما بنطلع على حركة الدهون فقط، يعني يقول لك أنا هي ألعب رياضة وأنا وزني كويس، لا، هي النقطة الرياضة نوع من التخفيف من الضغط النفسي، نوع من الزيادة في التركيز، نوع من زيادة الصحة. الرياضة صحة يعني زي سومو تصحوا، العب وتصحوا، فيلعب 10-15. عندك في ناس عندهم تريدميل في البيت، ما عنده عنده شقة يلف في الشقة، يطلع سلالم ينزل سلالم، في ناس عندهم جيم في البيت. المهم يعني انه ما يصحى في رمضان ان شاء الله، لأنه الصيام مع الرياضة يؤدي إلى نتائج مرة رائعة بالنسبة للصحة الجيدة. جميل. إذا ربطنا موضوع الغذاء بالرياضة، مهم جدا أنه نعرف دكتورة أنه إذا سوينا الرياضة بدون ما إحنا نهتم في الموضوع الغذائي، أعتقد ما حيكون لها فائدة كبيرة جدا، لأنه إذا أنت أكلت من كل ما لذ وطاب أكيد أنه الرياضة ما حتفيدك من ناحية مثلا تخسيس أو تنحيف أو مثلا إبراز عضلات وغير ذلك من الأمور. يعني عجبني كلمة ما لذ وطاب، يعني في أشياء يعني أنت تعرف في ما لذ وطاب لكن يقتل، ولا ما طاب على الإطلاق، هذا ملذ وقتل يعني. إحنا شفنا مرضى السكر ينزل على العنب، يخلص العنب ويروح ينام ما يقوم، الحالات شفناها يعني. ليه؟ لأن نسبة السكر ارتفعت، حصل له غيبوبة سكر، فدي شيء مهم جدا. إذا الحالة اللي هو السكر زي العنب والبطيخ والأشياء السريعة دي، ولا طبعا يا جماعة المشروبات الغازية أرجو الله أن ربنا يرفع عنا جميعا يعني، بطل ناخدها تمام، لأن كلها سكر وفيزي درينكس دي مش سهل. إذن الأكل نوعيته مش ملذة وطاب، ملذة ونفع ونفع. ينفعنا كثر من الفواكه في رمضان، تجد الفواكه ما تدرج معنا سكر، اللي هو سكر الفواكه جميل، ما عنده مشكلة أبدا في أي حال، سكر الفواكه بيكون مفيد. فتأكل الأشياء الصح وتلعب الرياضة. الأم طبعا عندها بدورة نزلة طالعة ورايحة جاي، هذه رياضة جميلة. أهالي كتير تقول لك بنظف في البيت، لا يا أختي، تنظيف البيت ما هو رياضة، لأنك بتوقف مثلا أنا واقفة على الزور طول اليوم أطبخ، لا ما رياضة، بالعكس هذا ستريس. رياضة يعني أحرك الجسم بطريقة معينة في مكان معين، وسواء في كان عندك رياضة ذهنية ترى اللي يجلسوا مع بعض يلعبوا ألعاب، هذا شيء جميل برضه. صحيح، جميل جدا دكتورة. استأذنك الآن دكتورة ريما، عندنا فاصل، هذا الفاصل طبعا نطلع ننقل صلاة العصر، وأكيد راجعين بعد نقل صلاة العصر بإذن الله نواصل الحديث ونعطيكم نصائح ختامية متعلقة بالأمراض المزمنة في شهر رمضان المبارك مع سعادة البروفيسور ريما البدر، استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بعيادات الأولى بجدة. بشكل سريع أذكر بأرقام الاتصال، هاتف البرنامج الأول 011-21-78-585، رقم الثاني 012-61-61-100، وتطبيق الواتساب 055-66-89-001. نطلع الآن فاصلنا وراجعين، خلوكم معنا مستمعين الكرام على السمع على إذاعتكم إذاعة ألف ألف، الإذاعة السعودية الأولى. طبابة رمضان مع سعيد حنتوش، عودة من جديد معكم مستمعين الكرام في برنامج طبابة في الجزء الأخير من البرنامج.
كنا طبعا تحدثنا كثيرا عن موضوع الأمراض المزمنة في رمضان مع سعادة البروفيسور ريم البدر استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بعيادات الأولى بجدة، وأخذنا الحقيقة الكثير من الإجابات عن تساؤلات هذا الموضوع. الآن دكتورة ريما، في الجزء الأخير من البرنامج ودنا نوجه نصائح أولا للأطفال بحكم اختصاصك دكتورة، فإيش النصائح اللي ممكن نوجهها للأباء والأمهات في التعامل مع أطفالنا في شهر رمضان المبارك؟ أشكرك. أول حاجة، بما أني أنا طبيبة أطفال في الأساس، وقال بهمني حق الأطفال اللي عندهم الأمراض القلب المزمنة. يعني إيش؟ يعني الأطفال اللي مروا بالعمليات مرحلة أولى مرحلة تانية بالقلب المفتوح وغيره، أو الشباب اللي جالهم حمى روماتيزمية الأصغر سنا وأدت إلى أن إحنا نركب صمامات، ممكن نتكلم على الأشياء دي في مرة أخرى. دون أن نقول لهم يا جماعة أي أمراض مزمنة بالنسبة سواء القلب سواء الكلى سواء أي حاجة، لازم نتقبل المرض. أول حاجة رضا من الله سبحانه وتعالى، من رضي فله الرضا، دي حاجة مش دين، هذا علم. إنه لازم الإنسان يكون راضي بحيث إنه هيمودينامكس والأشياء اللي تيجي في الجسم تتقبل الحياة بهذه الطريقة، وهذه تنعكس على تصرفاتنا إحنا كبشر. نقول لأطفالنا هذا ربنا استفاد بهذا المرض، ولك إن شاء الله تعويض في الدنيا وفي الآخرة، وأنت طفل مميز عندنا. وأنا دائما علاقتي بتكون طويلة الأمد مع الأطفال اللي عندهم القلب، لأن بنشوفهم دحين من قبل الولادة إلى بعد الولادة، فبيكون في شيء يعني دايما علاقة أسرية بين أبوهم. التقبل مهم. ثاني حاجة الالتزام بالأطباء وكلام الأطباء، يعني الطبيب مو أستاذ ولا مدرس، الأستاذ طبيب صديق لك يبغى يساعدك إنك تتخطى مراحل المرض. فالرضا بالمرض والالتزام بالطبيب والالتزام بالدواء، الدواء هو العلاج. الله سبحانه وتعالى قال إنه في كل داء دواء ما عدا السقم، يعني أو الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجات الدينية. فإذا العلاج هو الدواء لهذا المرض، إيش حياة طبيعية. يعني عندي مرضى عندهم أمراض قلب معقدة جدا، بدأت العمليات من 2 أو 3 أو 6 شهور، ودحين عمرهم 12 14 15، مدرسة وكورة والعب وكل شيء، إذا في رعاية طيبة. لما مقابل المريض اللي ما بيسمع الكلام، اللي بياخد ما بياخد العلاج، اللي بيختفي ما بنشوفه في العيادات، هذه حياته بتكون من كحة لتعب لعدم أخذ دواء، لتنويم في المستشفيات، اللي تعب الأهل، هذا كله. فهذه نصيحة الالتزام والرضا بالقضاء والمتابعة. المرض لا يقف عند حد معين، المرض ممكن يتحسن وممكن يسوء. جميل جدا. طيب أخيرا دكتورة، ودنا كمان ناخذ نصائح ختامية متعلقة بعنوان حلقتنا اليوم لكافة الناس. أكمل أنا بمني طبيبة جنين، أقول للأمر الحامل، الحامل مهمة كبيرة والحمل نعمة من الله. فهنا في ناس كثير بتروح تدفع مبالغ عشان تجيب بيبي أو تحمل بيبي، ومو بس بيبي، يكون بيبي سليم. فإذا ربنا أكرمك بحمل سليم، فعليك أنك أنت تاخدي بالك من نفسك في الصيام والغذاء والراحة، والتالي للزوج لازم الأم تكون مرتاحة في البيت عشان الغذاء يوصل للبيبي، مو تجي على جورة طول اليوم ولا تنام طول اليوم. يعني ده بعد ذلك في جدة أو أن الناس يتحب على صلاة الظهر أو العصر، لا this is not right، يعني هتبقى ساعتين، لا خليك طبيعي بقدر الإمكان. فنزل الأمراض المزمنة نعمل summary أو كده، نقول يا جماعة لازم أن احنا نتقبل المرض برضاء، لأن انت ما هتسوي حاجة لو رفضته، بالعكس يعني أعصابك هتتعب وما هتلتزم. وعندنا احنا في الاسلام ما في حاجه اسمها واي مي، لما انا، لا لا، هو قدر، والله سبحانه وتعالى هيعوضك بهذا المرض باشياء ثانيه، اتاكد من هذا الشيء. فالرضاء بالقضاء، الالتزام بالدواء، الصيام بعد استشاره طبيب متخصص وطبيب ثقه يكون عارفك، مو طبيب عمره ما شافك تدق عليه العياده او التليفون اصوم ولا ما اصوم، دي دواعي مهم. ثالث حاجة الالتزام بالعلاج بالمواعيد السحور ومواعيد الفطور، يعني يكون عندنا التزام بالمواعيد خصوصا للمرضى، لأنه يكون مرتبطة بالتناول العلاج. يعني هذا السحور معروف، لما سوري الفطور معروف، السحور في ناس 10 11 12 3 4، ثبتها، ثبت المواد عشان نتداول، لأنه نجاح العلاج في نجاح المواعيد. الحاجة الثانية، شرب الموية مرة مهم، الموية وليس العصير، ما بقول عصير ولا قهوة ولا شاي، الموية، والموية جميلة ودعنا لما أكل شيء. الموية يا جماعة علاج لأمراض كثيرة جدا، حتى للمرأة البشرة مهمة جدا،
بتغسل، المويه بتغسل زي المطر لما بيغسل البيوت القديمه، او تخلي فيه جمال ورونق بعد المطر. كذلك المويه رونق جمالي للمراه ورونق للجسم كله. الحركه اخر نقطه، نقول الحركه مهمه في رمضان، العباده مهمه، العباده هي الحركه، كثره الصلاه، كثره السجود والركوع وهذه الاشياء. الحركة الذهنية في حفظ القرآن، في تلاوته وفي تدبره، دي برضو حركة، أنا مش إن هي شيء مش حركة بس بتوعي وتنشط الذاكرة، لكن الفيزيكال اللي هو الحركة الفيزيكال عن طريق زي ما قلنا العبادة الصح والمشي، واللي عنده في البيت جيم يعمل في الجيم، المشي مرة مهم، اللي ما عنده مشي يطلع ينزل سلالم، يعني في أكثر من طريقة إنك أنت تسوي الحركة الصح. أشكرك جزيل الشكر أستاذ بروفيسور ريما البدر، استشاري طب الأطفال وقلب الأطفال وقلب الأجنة بعيادات الأولى بجدة. شكرا جزيلا لك. شكرا لك أستاذ سعيد، يسعدني دائما اللقاء. الله يعطيك العافية بروفيسور ريما، شكرا لك، وإن شاء الله أكيد حنكرر هذه اللقاءات مجددا مع البروفيسور ريما في أوقات أخرى وحلقات أخرى بإذن الله. للي حاب يطلع على الحلقة وتفاصيل هذه الحلقة والأجوبة اللي أجبناها في هذه الحلقة، تقدر تدخل على حساب الإذاعة في يوتيوب، اكتب في محرك يوتيوب إذاعة ألف ألف سعيد حنتوش أو طبابة ألف، كلها حتوديك لحلقات البرنامج. وبإذن الله نقدم لكم في شهر رمضان المبارك حلقات وعناوين مهمة مفيدة جدا. أخيرا قبل ما نودعكم في نقطة مهمة جدا، أدعو جميع الناس أنه زي ما أنت بتصوم في الصباح عن الأكل وعن الكلام السيء وعن الأفعال السيئة، كمان خلي بعد الفطور هذه السياسة موجودة عندك، يعني برضو موضوع الرياضة والصحة والأخلاق كلها تكون موجودة حتى بعد إفطارنا. بعض الأشخاص بنشوفهم للأسف أنه قبل الفطور ما شاء الله الشخص المؤمن، وبعد الفطور للأسف بيقلب شخص سيء، لكن هذا مش الهدف من الصيام. الهدف من الصيام انه احنا بيكون تعاملنا، او احنا يعني نرتب امورنا ونعدل اخلاقنا ونعدل كل الامور السيئة اللي كانت موجودة عندنا، نعدلها الى الافضل ونثبت عليها، هذا هو الهدف من الصيام. شوفكم بكرة في امان.